من دروس الحياة، إليك بعض النصائح التي أخذناها من الحياة لتعيش حياة أكثر هناء. أولا، لا تعلق قلبك بملاذ الدنيا، فكل شيء فيها زائل ولا شيء يدوم إلى الأبد. احرص على إرضاء الله تعالى تسعد في حياتك. ثانيا، ثق بالله واطلب منه ما شئت، فإنه قاضي الحاجات، وكن على يقين من الإجابة، فأنت تسأل رب المستحيل. وحافظ على صلاتك، وعلى قدر حسن ظنك بالله سيعطيك. ثالثا، استمع لصوتك الداخلي ولا تهمله، والذي هو غريزتك وما يسمى أيضا بالحدث، يعمل على تنبيهك وتحذيرك وينبئك بحدوث أمر ما مسبقا، إما أن يكون خيرا وإما شرا. رابعا، وفر من مال يوم الرخاء ليوم الشدة، فحال البشر ليس بدائم، فما تعيشه اليوم من رفاهية قد ينقلب إلى عناء لا قدر الله، وتذكر أن دوام الحال من المحال. خامسا، مرارة الموقف مهما كانت سوف تنقضي وستبقى من الماضي، فعليك بالصبر ومراجعة أمورك، وكرر قول الله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. سادسا، لا تربط سعادتك بأي شيء سواء كان ملموسا أو معنويا، فالسعادة قرار تتخذه، وسعادتك مربوطة بأفكارك وافتراضاتك، كما أنها شعورا ينبع من داخلك. سابعا، لا ترفع سقف توقعاتك كثيرا بأي شيء، فكلما ارتفع سقف توقعاتك ولم تجن ما تتوقع ستزيد قوة خيبة الأمل، ويعد خفض سقف التوقع أحد مفاتيح السعادة. ثامنا، تعلم متى وكيف ترفض ما لا يتناسب معك ومع وقتك، ولا تستعجل اتخاذ القرار. تاسعا، اعترف بمشاعرك وعبر عما في داخلك من حب للأشخاص الذين تودهم، وتلطف إليهم بحلو الكلام. عاشرا، لا تبرر موقفك لمن لا يودك ولا يود سماعك، ولا تسعى لإرضائهم وتضيع وقتك معهم، واعلم دائما أن رضا الناس غاية لا تدرك. 11، صحتك أغلى ما تملك، وتعتبر هي وقودنا الذي سيقودنا إلى أحلامنا وطموحاتنا، فاعتني بصحتك وهي التي ستعتني بك. 12، اخلق لنفسك الكيان الخاص بك، خصص لنفسك أحلاما وأهدافا واسعى لتحقيقها، ولا تكون أداة لأحد الأشخاص يبني بك أحلامه. 13، حاوط نفسك بالناس الإيجابيين والذين يحبون النجاح والتطور، وابتعد تماما عن محيط السلبيين وأعداء التقدم، فمحيطك سوف يؤثر عليك وسوف ينعكس على حياتك. 14، لا تخاف من ارتكاب الأخطاء، بل اعتبرها دروسا، واعلم أن الخوف من الأخطاء والفشل هو أكبر عائق أمام النجاح والتقدم، وكثيرا ما كانت الأخطاء والأزمات بداية للنجاح والرقي.